فبالتالي دي بعض كلمات شريف، لكن لسه عندنا كلام تاني، او مش احنا بقى، ده كلام شريف نفسه بيقول لك كمان بعد بطولة افريقيا الاخيرة ظهرت ملامح او معالم شخصية رمضان للنور اللي اشاد بيها الجميع وابرزها الشخصية والقرار. هو مين اللي عمل الشخصية بتاعت رمضان دي؟ معايا كابتن شريف؟ مين اللي عمل شخصية رمضان؟ طيب هو رمضان اخر مشاركة ليه مع منتخب مصر كانت امتى؟ منتخب مصر الاول كان في كاس العالم على ما اتذكر، ان لم تخني الذاكره، فين؟ في 2018 في روسيا كانت اخر مشاركه رمضان. بعديها تقريبا رمضان ما راحش مع المنتخب الاول خالص، تمام، واحترف بره، وكلنا كنا بندعمه وبنسنده، ويعني اي لعيب بيحترف او بيمثل مصر بره بندعمه طبيعي جدا، زي نجمنا المصري محمد صلاح. فعمل ايه هو بره؟ كانت فين شخصيه رمضان صبحي لما كان في هادرسفيلد، او قبليها لما كان في ستوك سيتي الانجليزي؟ اللي عمل شخصيه رمضان صبحي هو النادي الاهلي، لما رجع رمضان وساعد رمضان على حاجات كتير قوي، ساعد رمضان على عوده مستواه رقم واحد، ساعد رمضان على يكون عنده الشخصيه اللي انت بتتكلم عنها رقم اتنين، ساعد رمضان ان هو يكون متواجد في المنتخب الاولمبي ويساهم في بطوله مهمه لمصر رقم ثلاثه، وما كانش في خطط الكابتن شوقي غريب لانه كان بعيد عن مستواه وما كانش بيشارك ولا بيلعب. مين اللي عمل شخصيه رمضان؟ مش النادي الاهلي برضه ولا لا؟ فكر في الكلام.